وحده على اثنين على بنات الكتان على ابن الكتان علي ملك انت قل لي علي على روح الكتان زي ابو الشاكوش زي ما على المحل مال علاء مال ابني مال تعب قلبه. ضرب وشتم وتهديم تعرضت له النساء والأطفال وممتلكاتهم الخاصة بعد أن أقدمت قوات أمنية بصنوف متنوعة على تحطيم محالهم التجارية ومطالبتهم بإخلاء منازلهم الواقعة ضمن رقعة جغرافية في منطقة الجادرية والتي تجاور جسر الطابقين، كون هذه الأرض بحسب تلك القوات لا تعود ملكيتها إلى الساكنين فيها. احنا نريد حقنا، احنا نريد حق كتلتنا، يعني انا وخواتي واخوي هذاك يريد يموت بالبيت اللي سحلوه الضباط واحنا نايمين فوقه. 16 واحد نايم فوقه فرهدوه تفرهد مرعدوه ما حد بالك عراقي ونقلهم مريضه قلهم بي كورونا والله بي كورونا ومريضه وجويانا يعني. كورونا مريضه يعني يعني ما قلهم مريضه ونايمين احنا فوقه لا شيء لا عبي لا نعالات يعني هاي من يقبلها؟ من يقبلها؟ احنا نريد حق هاي السحلة، حق هاي الكتلة، حق هاي الضربة. جاي تريد تنفذ وعندك اوراق؟ نفذ نفذ، ما حد يقول لك لا. على شنو؟ شنو؟ دفاعا على مود الشرف، دفاعا على مود النقبة الشريفة. هي ترى هاي هي اجينا هنا على مود محلاتنا، يعني ما عندنا وظائف ما عندنا راتب، اجينا بس على مود العيشه. انا وجهال وهاي سحل ضرب انا وجهالي على يا سبب على يا ذنب على مود نقمه الحياه. حيدر وين خلي هم يقتلون صور جسمي بعد بكير طفل طفل بالصوندات في ظهره. تعال خلي الصور جسمي على شنو طالعين عليها اربعه من خمسه. تعال معوض هذا معوض هذا معوض هذا المحل عايش معوض هذا يتيم هذا باعي عبوه هاي الصوندات الصوندات والعود مالتهم اللي ضربت هذا الطفل باعي ورالديات وكتير. تطلع جنازتي من المحل والله العظيم تطلع جنازتي من المحل وما اطلع من المحل. هذا محلي هذا تعبت عليه صار لي سنين يجي ياخذه هيجي لا 20 سنه 20 سنه صار كله يوجعني لابسه حزامه من الكتل مالتهم من الكتل. اكو عميد اكو عقيد اكو رائد يضرب مره عقله ترضاها على اختك يقول لي اختي مو هيجي مثلك. قلت لها طبعا انت تجيب لها عيشه. انا من يجيب لي عيشه؟ انا من يحبني هي تشتغل بي من يعطيني هي ما قفته من يعطيني يلا قولي لي. ما بين المشكك بأحقية سكان المنطقة بتلك الأرض وما بين نداء استغاثة الأهالي، القانون هو الفيصل، حيث يمتلك السكان سندات عثمانية تثبت أحقيتهم بتملك تلك المنازل، إضافة إلى فواتير الماء والكهرباء والتي لا تعطى للعشوائيات والمتجاوزين. احنا سببنا الوحيد زين مو سبب يعني املاك قديمه او املاك حواسم او هذه، سببنا الوحيد لان احنا ساكنين من الجادريه، والجادريه صايره هنا مجموعه مال احزاب وتريد تاخذها على مثية تستفرد بيها. زين احنا لو تدخلين البيوت تلقين بيوت طين. زين هاي كل شجره، هاي كل نخله. ابن عمي لو تصور النخل تشوف اعمارهن ايش قد. زين يعني تجينا قوه مو طبيعيه، يعني سبع ابواج طبت لنا. زين لا نقدر نحكي وياهم ونتفاهم وياهم. انا هاي شيباتي مولود بهاي الكراده. زين هذا البيت نفس البيت، البيت اذا اجيب لك السند مالته زين يقرا باسم جدي. الناشد رئيس الوزراء، الناشد رئيس الوزراء المحترم، خلي شويه من يدري بهذا علينا. مو فضلنا من البرحه، احنا متنا والله متنا وعقدين ايش متاخر. والله ما بينا حد ايش، والله ما بينا حد ايش بالقران. في وضح النهار ولم يسترها ظلام ليلى، وامام الملأ دون ان يحفظ سرها بئر، لا زالت تلك الايادي الخفيه تمزق نسيج المجتمع وتقتلع جذور ساكنين في أي مدينة من مدن هذا البلد، ليجدوا أنفسهم مجردين من أي حق كانوا قد امتلكوه بالقانون، وبالقانون أيضا تسلب تلك الحقوق في بلد مثل العراق. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.